السلام عليكم. اليوم رح شارككم بهيدا التحدي. التحدي عملته جان من قناة هاو جان دازت. هاي من ضمن القنوات اللي أنا كتير بحبها وبتابعها، وهي الفترة كتير عم تابع فيديوهاتها، حتى عم بحضر فيديوهات قديمة. كتير قناة حلوة، وهي عن جد كتير إنسانة مثابرة وبضل ثابتة على عاداتها، يعني إلها سنين بتعمل الأشياء اللي بتعملها، إن كان بروتينات التنظيف أو روتينات الأكل والوجبات والرياضة، كل شيء يعني بتستمر عليه فترات طويلة ما بتزهق يعني. فالمهم انه هيدا التحدي هي عملته حتى تعمل اشياء لها فترة عم بتأجل فيها، خلال فترة ساعة واحدة، يعني حددت لنفسها ساعة واحدة وعملت هدول الاشياء قد ما قدرت. هلا انا حبيت الفكرة لانه عندي اشياء كم شغلة بدي اعملهم اللي فترة كتير طويلة بأجل فيهم، بس أنا رح أعطي حالي أكتر من ساعة، رح أعطي حالي نهار كله هيدا النهار يوم السبت، عشان ساعة واحدة ما بتكفيني، لأنه بياخد هني الأشياء اللي عم أجلها بتاخد وقت كتير، وكمان أنا لأنه عندي أولاد صغار فصعبة أقدر أعملهم بساعة واحدة أو حتى بأقل من ساعة، يعني بالساعات ما بكفي، يعني بدي يوم كامل. فحفرجيكم الأشياء اللي أنا عم بأجل فيها ورح أعملها. هيدا التحدي بلشته الصبح الساعة 11 تقريبا، وهلا انا عم صور الفيديو شوي مؤخر، يعني بعد ما خلصت التحدي من هيدا المقطع من الفيديو المقدمة، صورته شوي متأخر عشان هيك الساعة مبينة عندكم 7:25. يعني انا من شوي خلصت التحدي والحمد لله نجحت فيه. سبقت عليكم بالنتيجة. هول هن الورق والغراض اللي بدي اعمل فيهم البايندرز. إلهم هون على الكنباية بالصالون يمكن شي 3 أسابيع، وكل ما فوت على الصالون يعني بتضايق لما أشوفهم بوجهي ناطريني، فخلص صار لازم أخلص منهم. يعني ما في شي صعب، بس بدي أحط كل ورقة بالبروتكتور شيت تاعولها وارجع أحطهم رتبهم بالترتيب بالبايندرز. يعني يمكن بيطلعوا 2، بعتقد هني 2 طبعت مجموعتين، فشغلتهم بسيطة بس كتير عم بأجل فيها، فلازم هلأ خلص أعملها. والشغلة التانية اللي عم بأجل فيها هي هيدا سقف الحمام. يعني مثل ما شايفين من تقريبا من أكتر من شهر هول جبتون، هول بيجوا مثل فوم من نوعية الفوم، عليهم تلزيق بتلزقوا. بلشت فيهم، يعني شايفين جزء من السقف عملته وما كملت، وكمان كل ما فوت على الحمام بنزعج اني ما كملتهم بعد لهلا. فمثل ما شايفين عم بأجل بكتير اشياء ولازم اخلص منها. وهيدا هو التاني، تاني نقطة لازم أعملها. والبراد مثل ما شايفين حالته حالة، كمان لازم أشيل الأشياء الخربانة ونظف الرفوف ورجع كل شي محله. يعني يمكن إلي يمكن شي 3 أسابيع كمان مش منظفته، كتير عم تتراكم علي الأشياء بدي أحاول أخلص. يعني شغلته مش صعبة، يعني في أعملها بأي وقت، بس كمان الأشياء اللي عم تتأجل، وكل ما بفتح البراد لحط شي أو أخذ منه شي بنزعج من شكل الأشياء مكركبة فيه بهالشكل. البراد خلص بنومة ابني بأول قيلولة، أخذ تقريبا شي نص ساعة، يعني تقريبا مش كلهم شلتهم وصوبنتهم، في اشياء بس عملتها بالسبراي حاطه فيه مي وخل، نص خل ونص مي. هو الخل اضبط شيء لتنظيف البراد لانه ما بيأذي، يعني ما بتخافي على الاكل يوصل له مواد مضره. هول الاغطيه من نوع من البلاستيك مشمع، بس شلتهم وصوبنتهم وغسلتهم ونشفتهم دغري بالمنشفه، يعني ما بدهم وقت لحتى ينشفوا على الحبل، ورجعتهم محلهم. وفي كمان هيدا الجرور شلته، بس شلته هو الوحيد اللي شلته، يعني هو وتعول البيض شلتهم ليفتهم بالصابون لانه بدي انضف تحته عشان اقدر انضف تحته. فهيدا صار خالص. كبيت الاشياء اللي صارت قديمه اللي صارت ما بتتاكل يعني. وهون بالباب بس عملت تعويض البيض، شلته هو شايله هين، شلته ليفته بالصابون ونشفته ورجعته، وهيك صار خالص. وهيك خلصت من اول شغله على الليستا، وبقي عندي شغلتين. وهي سقف الحمام صار خالص. صارت الساعه تقريبا 7 الا ربع، اخذ شويه وقت معي
بس انه بالاخر طلع مثل ما بدي، وكتير حبيت النتيجة. هو هي مثل ما قلت لكم نوع من الفوم بتلزق، يعني بس بتشيل الورقة وبتلزقي، كتير هين ومرن يعني، وما بده مش صعب تركيبه، بس شوية دقة حتى يطلعوا راكبين على بعض مظبوط وما يطلع فيه فوارق. وهلا بنتقل للمهام الثالثة، اللي هي تظبيط البايندرز. عملت تقريبا نصهم لما كان ابني فايق، كان قعدته حدي وعملتهم، وراح كمل هلا الباقيين، وبكون خلصت كل المهمات تاعو اليوم. شكلهم عشان اذا حدا حابب يعرف، هني هيك بيجوا مثل ما شايفين، طرايا ووزنهم خفيف، وبيكون من الجهة الخلفية عليهم هيدا تلزيق تقبعية، تحته في تلزيق وبتلزق. تلزيقه متين يعني ثابت، ما في داعي تضيفي تلزيق، وشكله حلو، في منه ألوان كتير. هاي أول مرة بجرب منه، فإن شاء الله يكون عملي وما يقبع مع الوقت. وهاي المهمة الثالثة خلصت الحمد لله، هيك بكون خلصت المهام الثلاثة اللي لي فترة طويلة عم بأجل فيهم، وكانوا عاملين لي هيك إزعاج يعني انزعاج، وكنت دايما أتضايق إنه حسي إنه دايما في شي وراي لازم أعمله، وإنه مو مخلصة الأشياء اللي علي. هو البايندرز واحد للماث واحد للإنجليش لبنتي، ما عرفت قد أخذ معي وقت لأنه عملته بأوقات متفرقة خلال النهار، المهم إنه خلصته. ان شاء الله اكون شجعتكم انه تعملوا الاشياء اللي لكم فتره عم بتاجلوها، تحدوا نفسكم، حددوا فتره محدده مثلا حسب المهام اللي عندكم، ممكن تعطوها ساعه او اكثر. انا اعطيته نهار كامل لانه ابني ما بيساعدني ركز بشغله وحده لفتره طويله، والمهم انه بالاخر خلصت منها، وكتير هلا مبسوطه ومرتاحه. وانتو كمان يلا قوموا اعملوا الاشياء اللي عليكم وعم تاجلوا فيها، لانه عن جد شعور حلو.